في خطوة تدرج المغرب ضمن المنظومة الأمنية الصهيونية في المنطقة المغاربية، بيني غانتس وزير الدفاع الصهيوني يعلن توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب تهدف إلى تقوية التعاون بين الطرفين في المجال العسكري، خاصة على المستوى التكنولوجي التجسسي. اتفاقية تعلن من خلالها المغرب تطبيعها العلني والصريح مع الاحتلال في المجال الأمني. زيارة الإرهابي بني غانتس وزير الحرب الصهيوني هي فضيحة أخرى في سجل المطبعين والمهرولين، ونحن نعتبر كقوى حية في الشعب المغربي أن التطبيع خيانة، وأن التواجد الصهيوني في المنطقة هو تهديد لها، وهؤلاء إنما يأتون للإشراف على إطلاق دينامية الانفصالات داخل المغرب وفي الجزائر، وإشعال الاحتراب الداخلي، وإشعال الحرب بين المغرب والجزائر. الحدث الفضيحة، هكذا وصف البرصد المغربي لمناهضة التطبيع اتفاقية تعزيز العلاقات الدفاعية بين المغرب والكيان الصهيوني. كما دعا المرصد الشعب المغربي إلى الإسهام في إنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان رفضاً لزيارة عدو إرهابي محتل. لذلك سنقاوم أي تواجد صهيوني في بلادنا، وهو نضال مستمر حتى إغلاق مكتب الجواسيس والفتن وما يسمى بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. هذا هو، ولذلك دعونا إلى المشاركة في وقفة اليوم أمام البرلمان. زيارة غانتس للرباط حسب مراقبين تأتي في سياق إقليمي متوتر، مع إعلان الجزائر قطع علاقتها مع المغرب من جهة، وتكثيف جبهة البوليزاريو عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة من جهة أخرى.